الأزهار في ألوان بخاف منها كتير، ما بحب أقرب عليها كتير، إلا نادرا بكون في حالات الضعف مثل الأخضر فيرونيز، فيرت فيرونيز. أما أوقح ميك لون بالعالم لون شراميطة، كيف بعالجوا الفنانين؟ ما بعرف، مشهور بس هذا نقطتين ثلاثة انه بيكفي مشان يعبي، مشان يصرخ مثل بياع الباذنجان في الشارع، بيصرخ بعيط له صوت رهيب مثل شيرين الحريق، كل لون بيحكي مع فنان بحديث خاص، كله مثل أظن. أحمر أنا عندي بستعمله للقتال، بستعمله غالبا بلوحاتي السياسية لأنه بيفتح لي المعركة. هو تون تافه ولكن فعال، بس أنا بستعمله بلطف، يعني بجيب له عبد، بجيب له أسود برضي بضحك عليه، بجيب له شوي ذهبي مشان انه انت قوي مو هيك، خذ البقعه الذهبيه. شوف قتل كل احمر ربحوا، والله اشوف له رمزين هو الذهبي بالنسبه لي. رمز واحد تقليدي انه البيزنطيين استعملوه باحترام، يعني له علاقه بتاريخنا، واحيانا نستعمل بشكل الشرقيين استعملوه بشكل كتير فولجير، زي انه في نسوان بكميات كبيره كتير، يعني اضاعوا معناه، هالضو فيه اصبح ضو شراميط، يعني تيس ضو بشع. سوري ما راح يصير شيء نصبة المربع من إضاءة بالذهب لأنه بشح حواليه، هذا كمان كثير حقير. أنا بستعمله لي لقتل بعض الألوان في اللوحة، يعني شرطي بحطه أنا، يعني بحطه كشرطي مثل ما بأذي الأحمر بحط له أسود، خليه واقف عن حده بقى حاجة عياط. يعني برأيي يعني إذا استعمل أبيض برفضه، هو السيد باللوحة وبقيت الألوان كلها عبارة عن ضيوف مؤقتين بيجوا، كثير لون محترم لأنه أساسه هو مو لون، هو الأساس جي فيزيائية فيزيائية يعني لا يعتبر لون، مجموعة ألوان. أول ما استعملت الأزرق استعملته باللوحات، لوحاتي السياسية اللي رسمت فيها بيروت، اكتشف لي إنه كل الناس بيعرفوا الأزرق بيعطيك عمق، بيعطيك برودة، بيعطيك هدوء. بالعكس أنا استعملت الأزرق بعنف أكثر من إله الأحمر، يعني التسميات أذهان الناس عن الأزرق مو كتير مضبوطة. لو الأزرق استعمل في مكانه بالشكل هذا فظيع، يعني لون حي مقاتل مثل زعرانة الأحمر يعني، بس على أكثر نبل وأكثر خبث، لون ذكي الأزرق. بس بقى فين تحطه؟ أنا بستعمل الأزرق كسائل، كسائل بيعيش فيه الألوان الأخرى، يعني نستضيف وأحيانا بزعل الأزرق إذا تقلت عليه بيخرب لك اللوحة كلها، برفضه.
Thank you.